ما معنى اسم رقية؟ هناك الكثير من الأسماء الجميلة، ولكل منها طابع خاص، ومن أكثر الأسماء جمالا هي الأسماء ذات الطابع الجيني التي حملها من قبل آباء وأمهات المسلمين. ومن ضمن تلك الأسماء رقية، فهو اسم إحدى رموز الدين الإسلامي، السيدة رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، والسيدة رقية بنت الحسين رضي الله عنهما. رقية هو اسم عربي أصيل، وله أكثر من معنى في اللغة العربية، من معانيه الرقي والسمو والارتقاء في المكانة، أو هو مأخوذ من الرقة. وهناك معنى آخر مختلف تماما، وهو تصغير للفظ رقية، وهي التي تحفظ من الشر والسوء والعين والمرض، أو هي الحجاب الذي يكون مع الإنسان ليحميه. ومن الألفاظ الأخرى التي تستخدم مع اسم رقية رقوش وروكا. اسم رقية من أجمل الأسماء، وحملته نساء هن من أطهر نساء الأرض ورموز الدين الإسلامي، عدا عن معانيه الجميلة جدا، لذلك فهو اسم مستحب جدا لفتيات المسلمات. تتميز الفتاة التي تحمل اسم رقية بالعديد من الصفات الجميلة، منها أنها كريمة اليد والنفس، تصبر على المر حتى تذوق الحلو، وشعارها من صبر نال. مفعمة بالنشاط، تشفق على الفقير وعلى كل من حولها، هي ترى السعد من أرضها، مع أنها تزور بلادا أخرى للاستجمام أو للعلم في الخارج. عاطفيا، لا تحب الزواج إلا عند اقتناع من ناحية القلب والعقل، متوافر لديها، ويحتمل أن تكون دكتوراة أو صاحبة أعمال إدارية في الجانب العملي. من أسماء الدلع لاسم رقية رقوق، رقيتي، روري، رورو، وريري. من المشاهير الذين حملوا اسم رقية، أهمهم نساء كانوا رموزا للدين الإسلامي منذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا منهم السيدة رقية بنت الرسول والسيدة خديجة رضي الله عنها. ولدت السيدة رقية بنت محمد في مكة، وتوفتها المنية في المدينة المنورة، ودفنت في البقيع. تزوجت من عثمان بن عفان، وأنجبت منه صبيا، لكنه مات وهو صغير، وقد لقبت بذات الهجرتين. هي أكبر بنات الرسول بعد السيدة زينب، وقد ولدت قبل البعثة. وقد حملت أيضا نفس الاسم السيدة رقية بنت الحسين، وهي حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ولدت في دمشق، واستشهدت وهي صغيرة في السن بعد معركة كربلاء، ويقال توفيت من شدة الحزن فور موت أبوها الحسين رضي الله عنه. هناك العديد من أسماء البنات الجميلة التي تشبه اسم رقية وتليق بها، مثل رميساء، روان، رغد، رند، رهف، رؤيا، إلى غير ذلك.